هاي، بيعاني عدد كبير من الناس البحث بالمرارة يلي بيسبب ألم كبير كتير. تابعوا معنا هالحلقة لنتعرف على أعراض البحث بالمرارة وبعض عوامل الخطر. ما بيسبب البحث بالمرارة أي علامات أو أعراض، ولكن في حال انحشرت البحصة داخل الممر وسببت أي انسداد فبتشمل الأعراض: الألم المفاجئ والمتصاعد بسرعة بالجانب الأيمن العلوي من البطن، الألم المفاجئ والمتصاعد بسرعة بمنتصف البطن تحت عظام الصدر مباشرة، الألم بالظهر بين لوحي الكتف، الألم بالكتف الأيمن، لعيان النفس والاستفراغ. بيستمر الألم المتعلق ببحث المرارة من دقائق لساعات، ولازم تستشيروا طبيب لما بتحسوا بأعراض مثيرة للقلق، مثل الألم القوي بالبطن يلي ما بيخليكن تقعدوا أو تلاقوا وضعية مريحة، اصفرار الجلد، الحمى الشديدة والقشعريرة. أسباب عدة معقولة تؤدي لتكون البحث بالمرارة، ولكن في عوامل بتزيد خطر تكونها ومنها: الوزن الزائد، قلة الحركة، الحمل، تناول الطعام عالي الدهون، تناول الطعام عالي الكوليسترول، اتباع نظام غذائي منخفض الألياف، وجود تاريخ عائلي للإصابة ببحث المرارة، السكري، الإصابة باضطرابات بالدم، فقدان الوزن بسرعة، تناول الأدوية اللي بتحتوي على الأستروجين، والإصابة بأمراض الكبد. هذه كانت بعض المعلومات المهمة عن البحث بالمرارة. ما تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو وتكتبوا لنا كومنت. بشوفكن next week. باي.